العاصمة المصرية القاهرة تستضيف اجتماعا ثلاثيا بين مصر وقطر وقياديين في حماس بعد 7 أشهر من الحرب لمناقشة مفاوضات الهدنة في غزة، في وقت يترقب أن تقدم حماس ردها على مقترح للتوصل إلى هدنة في الحرب التي تخوضها مع إسرائيل تشمل إطلاق سراح عدد من الأسرى، لأن الحركة نفت ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إصدارها أي تصريح حول ورقة الرد الإسرائيلي الذي تسلمته من الوسطاء بشأن صفقة محتملة لتبادل المحتجزين، وأكدت بأنها ما تزال قيد الدراسة. مصادر لقناة العربية أكدت من جانب آخر أن وفدا إسرائيليا سيتوجه للقاهرة غدا، والمخطط هو مفاوضات غير مباشرة مع حماس، قد ينضم لها رئيس الموساد الإسرائيلي أيضا. مسؤول قريب من المفاوضات قال إن الأجواء إيجابية ما لم تكن هناك عراقيل إسرائيلية جديدة، إذ لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تقدمها حماس بشأن ما تضمنه الرد الإسرائيلي بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس.